احبائي المشاهدين في كل مكان بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجنا اسئله حائره اللي فيه بنجاوب على اسئله حيرت الكثيرين بيسعدنا دايما نستضيف معانا الدكتور برتي عبد المسيح اهلا بيك دكتور بارتي اهلا بيك دكتور اكرام وانا برضو بيسعدني ان انا اكون معاكم على مع الاحباء المشاهدين امين احبائي منطقه الشرق الاوسط في هذه الايام اصبحت بؤره ساخنه جدا. احداث كثيره متلاحقه، اضطرابات، مظاهرات، انقلابات، خلافات والكل يتساءل إلى أين ستسير الأمور؟ دكتور بارتي الحقيقه نحب نعرف من حضرتك هل هناك ارتباط بين ما يجري في الشرق الأوسط الآن؟ وبين كلمه الله عاوزينك تفسر لنا اللي بيحصل في الشرق الاوسط من خلال منظور الكتاب المقدس ايوه هو في الحقيقه انا هجاوب من من وجهه نظر واحده بس وهي احتياج الامم والشعوب ديا الى الشفاء اذا رضينا او لم نرضى في النهايه الشعب العربي في الشرق الاوسط في حاجه الى الشفاء. شفاء شفاء الى شفاء؟ ماذا تعني كلمه شفاء هنقراها من الكتاب دلوقتي ونشوفها تعني ايه آه. لان الفساد نخر لغايه العظام فساد سياسي فساد في القانون وتطبيق وتطبيقات القانون فساد في سلوك الناس وتصرفاتهم الناس بتعاني الناس آه. تسالهم دلوقتي الخوف والرعب مليهم من الشارع يا. حتى ان كانوا تخلصوا من فساد حكومات وفساد متجبرين وفساد طاغيه لكن طغاء. آه طغاء لكنهم مستعبدين للخوف من الفوضى آه. يعني خوف ما فيش قانون في 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 البلاد حضرتك عاوز تقول ان الفساد مش على مستوى الحكام وبس لكن على لكن مستوى الفردي كل المستويات آه. حتى في البلاد التي تبدو في هذه الأيام أنها مطمئنة في الشرق الأوسط، الدور جاي عليها. والفساد مستشري وصل للعظام، السوس دخل في العظام ده تعبير قاله لي أخ عربي أنا كنت في سوبر ماركت وبنتكلم وعرف أن أنا من مصر، فقال لي أصل السوس دخل للعظام ودي فعلاً. الدور جاي عليها دي نبوة؟ أنا أعتقد يعني اعتقد الدول كلها يعني البلاد اللي حاليا أه غير مضطربه آه الدور جاي عليها الدور جاي عليها لان هم مش عايزين يصلحوا الفساد اللي فيها ومش مستعدين يصلحوه وغير قادرين على اصلاحه لان اصلاحه بيحتاج لمبادئ هربت من حياتهم مش موجوده في مبادئهم كلام خطير آه حتى الغرب هنا في حاجه شديده الايام دي يعني احنا بنقترب من الايام الاخيره على ما يبدو حتى في الغرب حتى في في كل دول العالم العالم مريض ويحتاج الى شفاء نعم. الغرب مريض بامراض تانيه خلينا في الشرق الاوسط آه. في حلقتنا لا لا برضه لانه بيتسرب اليه افكار غريبه وبقيوا زي ما في ثقافه الانكار في الدول العربيه الثقافه دي بتتسرب الى هنا الان في هذه الايام والسياسة ولاعبي السياسة بيكذبوا وبيفسدوا وكل حاجة حاجة مؤلمة حاجة مؤلمة أن يكون العالم بتنتشر فيه الظلمة في هذا كل ما يتقدم الظلمة تنتشر وبقينا إحنا هنا في الغرب مرضى بالإزم عارف الإزم دي كونسيومرزم اكستريميزم yeah. كل حاجة اللي هي الـ 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 ال 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 اللي هي الاستهلاك والرأسمالية الشديدة اللي بتظلم الناس وبيقابلها اللي جايين المتطرفين وبيواجهوا هنا تطرف اسلامي ومد اسلامي ملهوش معنى وبلا فكر احنا في حاجه انا عايز اقرا الايه اللي هنتكلم فيها النهارده الايه موجوده في الاصحاح الثاني والعشرون من سفر الرؤيا سفر الرؤيا اصحاح 22 والايه واحد واثنين بعد ما بقي في سماء جديدة وأرض جديدة، خلاص سماء جديدة أرض نهاية بعد وأراني نهرًا صافيًا من ماء حياة لامعًا كبلور خارجًا من عرش الله والخروف. الخروف اللي هو المسيح المذبوح عن العالم. في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتي عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمة تعبير جميل. الرؤية ديًّا ابتدت في الحقيقة قبل يوحنا ب 700 سنة. فالرؤية ديًّا بتتكون من جزئين. ده الجزء الثاني بتاعها. أمال ايه الجزء الأولاني؟ الجزء الأولاني موجود في حزقيال في حزقيال 47 وأنا هاجي ليه بعد دقايق. لكن المنظر هنا الشجرة ديًّا غريبة جدًا. الشجرة دي جت بعد خلينا نستخدم التعبير الدارج عشان لو في مشاهدين غير مسيحيين فيفهموا التعبير ده، بعد القيامة، ده القيامة قامت خلاص وبقيت في أرض جديدة وسماء جديدة، الأرض دي مكتوب عنها في الكتاب المقدس إنها ستنحل محترقة وعلمياً الأرض دي هيجي لها يوم اللي تنحل محترقة فيه، ولكن الله عنده سماء جديدة وأرض جديدة ووصف السماء الجديدة هو اللي احنا قريناه ده حتة منه العددين دول اللي يكمل يقرا كل الوصف لكن انا قريت العددين دول عشان تركيزي على شجرة واحدة الشجرة دي مكتوب عنها ورقها لشفاء الأمم فأنا بستعجب بقول له رب طيب ورقها لشفاء الأمم بعد ما الأمم خلاص رجعت ليك وبقي عندك شعبك والباقي راح على جهنم النار الأبدية وخلاص إيه لازمة الشجرة؟ الغريبة أن هو كمان الشجرة دي بيبص عليها إنها الشجره هي شجره واحده بالمفرد مش اشجار كثيره شجره واحده ولكنها موجوده على ضفتي النهر كل لما يبص الرائي يوحنا الرائي كل لما يبص في الرؤيه بتاعته يلاقي الشجره على الناحيه دي من النهر هي شجره واحده هي هي يلاقيها في نص النهر يلاقيها على الجنب الثاني من النهر يلاقيها منظر عجيب جدا لكن يفسرها لنا الرؤيه الاولانيه قبل يوحنا الرسول قبل مجيء المسيح باكثر من 600 سنه كان في نبي اسمه حسقيال. النبي حسقيال كان 500 وحاجه قبل الميلاد حوالي 580 سنه قبل المسيح وحسقيال كان موجود ايام السبي وحسقيال في في سفر الرؤيا اصحاح 47 شاف رؤيا انا هحكيها انا هحكيها بدل ما نقراها لان القرايه هتبقى صدق. طويله في سفر حزقيال اه اه سوري م. شاف رؤيا في سفر حزقيال 47 الله اراه رؤيا انه رجع عند مدخل البيت البيت اللي هو في الوقت ده كانوا هم في السبي وكان البيت اوريدي اتق... اتهد الهيكل اتهد يعني ولكن الله بيوريه رؤيا وهو في السبي على يعني ان البيت هيرجع وعند مدخل البيت لقى مياه كثيره كثيره جايه من تحت عتبه لان البيت ده كان مبني عباره عن ايه؟ قدس الأقداس وده ما حدش يدخله أبدا غير رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة وجاي وهو كان كاهن حذقيان وبعدين قبليه القدس وده بيدخلوه الكهنة هيحطوا البخور وال على على مذبح البخور وبره خالص الدار الخارجية الكهنة كانوا بيقدموا عليها الذبائح على مذبح اسمه مذبح النحاس ده أنا بوصف لكم الخيمة اللي البيت اللي بناه سليمان واللي الوصفة الله أعطاه لموسى بالوصف ده فهو شاف من ناحية من تحت العتبه بتاعه الباب ده شاف ميه جايه والميه دي بقت نهر وفي البدايه مشي لغايه الكعبين مشي وبعدين مشي في الميه تاني لقاها جايه لغايه الركبتين وبعدين وصلت للحقوين وبعدين اكتشف ان النهر ده نهر سباحه لا يعبر نهر ملهوش بدايه ولا نهايه والخارجه الميه بتنه بتوصل للبحر وكل ما الميه المقدسه اللي خارجه من تحت عتبه القدس دي كل ما توصل للبحر المية بتاعت البحر تتحول من ملحة لمية حلوة الغريبة على ضفاف المية اللي طلع دي اتعمل نهر وكان الشجر للأكل هناك وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك هنا مش شجرة واحدة هنا شجر كتير من هنا ومن هناك كل شجر للأكل لا يثبل ورقه ولا ينقطع ثمره كل شهر يبكر لأن مياهه خارجة من المقدس ويكون ثمره للأكل وورقه للدواء. أنا عايز أحكي الحكاية ديا النهاردة. لأنه في التعليق بتاع السؤال اللي أنت قلته يا دكتور إكرام. لأنه في الحقيقة بلادنا محتاجة شفاء من عند ربنا. أنا لازلت يعني بتسائل إيه معنى كلمة شفاء؟ أيوه. هنقول إيه معنى كلمة آه. شفاء؟ شفاء من البعد عن الله. شفاء من البعد عن الله آه شفاء من الملوحه بتاعه الميه عارف انت تقدر تعيش تقدر خلق. تعيش على مياه البحر مش ممكن. لازم تموت نعم. مياه البحر تموت الميه اللي خارجه من القدس دي القدس احنا بصينا على الرؤيه بتاعه حسقيال هو كان في حاجز حسقيال ما يقدرش يشوف ايه اللي جوه جوه القدس فيه ايه في تابوت العهد عليه الشاروبيم بتوع الكاروبيم والكروبيم دولم حضور الله كان بيبقى هناك فوق التابوت. ففوق التابوت العهد من ايام موسى كان موجود. كان الله بيحل في المكان ده. حلول الله مره في السنه في المكان ده. لا. يبقى مين اللي كان هناك ده؟ التابوت ده هو عرش كان يمثل عرش الله. وعرش الله كان جوه والتابوت ده لما ما ينفعش يبقى فيه حلول الله ويظهر غير لما يرشوا عليه دم الذبائح. بره في السنه بيسموه يوم الكفاره، لغايه دلوقتي احنا العرب بنعرف ان اسرائيل بتحتفل بيوم كيبور. اهو اه اليوم ده ذكرى لل مش موجود دلوقتي بعد المسيح بقي مش موجود، حاجه حاجه عجيبه يعني. فده يبقى من هناك يخرج الميه دي، ايه هي الميه دي؟ هو مش شايف الميه خارجه منين؟ الرؤيه بتاعت سفر الرؤيه خلاص اتشال، بقينا خلاص بنشوف بالعيان في السماء في الابديه مش بنشوف من وراء حاجز بقي شايف بالعيان وشايف الميه دي مين اللي على العرش الله ومين على العرش تاني هناك الله حضور الله كان مرتبط بالدم اللي كان على العرش تاني الخروف الخروف المذبوح دم المسيح خروف المذبوح اللي هو المسيح الذي صلب على عود الصليب أيوة. وسفك دم ايوه ايوه ايوه, أيوه, أيوه أنا هكمل بعد الـ <applause> الـ انت... <applause> إحنا في حاجة فعلا إلى فاصل الكلام دسم الكلام مهم ايوه والكثيرين يشتقون إلى معرفة وجهة نظر الكتاب المقدس من الأحداث الجارية ما من شك إني فعلا الناس قلقانة الناس خايفة الناس بتتساءل ماذا يحدث وهنوصل لغاية فين أحبائي كلمة الله تعطي نورا لكل ظلمة نستطيع ان نقرا جميع الاحداث من خلال كلمه الله الصادقه آه، ابقوا معنا آه، في هذا الفاصل لان بعد الفاصل هنواصل حديثنا عن شفاء الامم احبائي رجعنا تاني علشان نواصل تعليقنا على الأحداث المضطربة جدا في منطقة الشرق الأوسط واللي قلنا أنها تنتهي بأن ربنا يمد إيده ويشفي يعني النهاية هي شفاء الأمم دكتور برتى كيف ستنتهي القصة في الشرق الأوسط وكيف سيحدث هذا الشفاء؟ كيف سيحدث هذا الشفاء يا رب لك المجد أنا عايز أقول حاجة إن معنديش تعليق سياسي واحنا مش عاوزين كلام في آه. السياسه آه. احنا عاوزين كلام من كلمه الله اه ف هل مصر تحتاج الى شفاء نعم هل سوريا تحتاج الى شفاء نعم هل السعوديه العربيه تحتاج الى شفاء نعم, نعم. كل دول الشرق الاوسط وانا برضه هنا في الغرب اقول هل الدول الغربيه تحتاج الى شفاء نعم, نعم. طب احنا بصينا على الشجر الكتير اللي طالع الورق بتاع الشجر ده حسقيال الملاك قال له ان الورق ده لشفاء الامم يشفي فيه دواء هذا الورق فيه دواء هنا بيتكلم على شجره واحده بس الشجره دي موجوده في كل مكان ازاي شجره واحده تبقى حاله في كل مكان وليه الناس مش منتبهين اليها طالما في ورقها الشفاء في ورقها الشفاء انا هقول كذا حاجه انا في رايي ان الورق الشجره الوحيده دي اللي بقت في سفر الرؤيه كانوا شجر كتير بقت في سفر الرؤيه الواحد، مين اللي هيبقوا كتير وفي الابديه هيبقوا واحد؟ كنيسه المسيح. اسمها جسد المسيح. يعني الشجره دي كنيسه المسيح مش كنيسة. المسيح نفسه. مش الجسد. جسد, جسد المسيح. المسيح. ما نفصل. نقدرش نفصلها عن المسيح. ما نقدرش نفصلها عن المسيح، أوه. جسد المسيح. نعم. الميه بقى احنا شايفين الاب اهو والروح القدس اهو، الاب والابن اهو، والروح القدس فين؟ من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه ده في إنجيل يوحنا أصحاح 7 آية 38 و 39 الروح القدس هو الماء الخارج من عرش الله هنا بنشوف الثالوث الآب والإبن والروح القدس والميه اللي خارجه برضه اللي اللي بتشفي اللي بتشفي الميه بتاعة البحر لانها خارجه من المقدس تشفي ميه البحر وتخلي الشجر اللي على في سفر حسقيال على جانبي النهر يعطي ثمر كل شهر ما فيش شجر يعطي ثمر كل شهر لكن اللي جوه الشجر ورقه لا يذبل ما فيش شجر ورقه لا يذبل الشجرة دي ورقها الأشجار اللي موجودة على النهر ده ورقها لا يثبت لأن المية اللي بتسقيهم هي الروح القدس نعم طب الشجره دي محتاجه لسه بشفاء الامم ليه؟ ما فيش امم عشان يشفوا احنا مع خلاص جسد المسيح مع المسيح خلاص لا الجين بتاعها الجيناتيك كود بتاعها يعني ايه الجين بتاعها بالعربي؟ يعني ال 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 الوراثه بتاع طبيعه الشجره دي انها ورق. طبيعتها ما اتغيرتش كانت طبيعتها وهي في العالم فأنا عايز أقول إن في مسؤولية على المسيحيين المؤمنين الموجودين في البلاد العربية والبلاد الغير عربية لشفاء الأمم. اللي هي الكنيسة الحقيقية. الكنيسة الحقيقية عليها مسؤولية كبيرة أوي أوي وأنا النهارده مشغول إن أنا أقول لكل واحد فيهم استيقظ أيها النائم وقم استيقظ لأنه جاء الوقت لنستيقظ تعقلوا. وصح للصلوات لان نهايه كل شيء قد اقتربت الشجره دي فيها الورق بتاعها لشفاء الامم سر ان الورق بتاعها لشفاء الامم الميه اللي خارجه من القدس اللي هي الروح القدس سر الميه دي اللي هي نعمه الله الغنيه لو شجره جدرها محطوط في الميه بتاعه العالم الميه بتاعت العالم بركه متعفنه نعم ما تطلعش ورق كل شهر ما تطلعش سمر كل شهر وما تطلعش ورق فيه شفاء لكن ورق فيه عفن نعم وده تقريبا حال الكنيسه في الايام ديت احنا عايزين الكنيسه ترجع للرب كنيسه قويه جذورها ممتده في شركه حقيقيه مع الله بملء الروح القدس اه نعم. وبعدين انا هقول لك بقى العرش الثالث احنا شفنا منظرين للعرش نعم. دلوقتي عرش جوه قدس الاقداس حسقيال مش شايفه لكن شايف الميه اللي بتجري منه نعم. واللي بتعطي شفاء واللي بتطلع شجر بيطلع ورقه فيه شفاء فيه دواء نعم وبعدين شفنا في الابديه الحكايه انكشفت وما فيش حواجز فشايفين الله على العرش والخروف على العرش والروح القدس منساب واللي حوالينه والشجره الوحيده اللي حواليه اللي هي جسد المسيح عماله نعم. تطلع ورق في شفاء الامم نعم. في منظر في منتهى الروعه والجمال، طب فين ده تاني بص؟ احنا قرينا يوحنا 7 38 39، يوحنا 14 من 21 ل 23، الرب يسوع يتكلم ويقول حاجه في منتهى الجمال، يقول لهم في يتكلم عن في يوحنا 14 بيتكلم عن الروح القدس ويقول لهم لا اترككم يتامى وبعدين يقول لهم ايه؟ ان هو اطلب من الاب يعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه واما انتم فتعرفونه لانه ماكث فيكم ماكث معكم ويكون فيكم بيتكلم عن ايه؟ الروح القدس وبعدين بعد شويه يقول ايه؟ الذي ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي واليه ناتي وبقيت الايه؟ وعنده نصنع منزلا يبقى عند البن ادم ده وحده اللي مملوء بالروح القدس يبقى فيه عرش جوه نعم العرش ده في مين بص رب يسوع يقول ايه ان أحبني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي واليه ناتي الروح القدس هناك والروح القدس هل قاعدين على العرش فين يبقى احنا شفنا ثلاث عروش دلوقتي نعم في رؤيه حسقيال كان في عرش مستخبي جوه الهيكل في رؤية يوحنا الرسول كان في عرش واضح في السماء الجديدة والأرض الجديدة وال... 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 والنهر الجديد اللي والش... بي وجسد المسيح لكن النهاردة العرش فين في قلب أولاد الله المولودين من الله لا. فعليا ده مش كلام مجازي ده الله عايز يعمله فينا احنا مش واخدين بالنا ككنيسة ان لينا دور نعم. إن الناس اللي مش عايزين يجوا للمسيح وعمالين يسألوا مش لاقيين إجابة ليه لأن المسيحيين ما بيجاوبوش ما بيجاوبوش ليه لأن وراءهم مش بيعطي مش شفاء م. للناس والدواء اللي ورقهم مش موجود سر الدواء ده هو ملء الروح القدس نعم. سر الدواء ده إنك تكون موجود على مجاري المياه نعم. نعم. وتعطي ثمرك في حينه الغريب ان الرب هيعطي ثمر متواصل كل شهر الشجر بتاع حسقيال بيطلع ثمر كل شهر الشجر بتاع بتاع يوحنا بيطلع ثمر لكن يا ترى شجر المؤمنين الايام دي بيطلع ثمر الورق بتاعهم في دواء ولا ما فيهوش دواء بنعمة المسيح هيبقى فيه أمين. يعني انت شايف آه. ان الحل في كنيسه مقدسه نعم جذورها تثبت في المسيح. أيوة. والعصاره التي تسري فيها عصاره مقدسه. من كنيسة الروح القدس. من الروح القدس. أيوة. يعني كنيسه مقدسه ممتلئه من الروح القدس تعرف دورها جيدا وتقوم بدورها جيدا. طب اذا الكنيسه لم تقوم بدورها ماذا سيحدث؟ لا. خليني لا. الغي الافتراضيه دي؟ نلغي آه. الافتراضيه دي. آه. لان اللي عمله الله لشفاء الامم ان الكنيسه بدورها هو الورق اللي طالع من هذا الشجر م. هو ده الطريقه الوحيده لشفاء الامم والشجره اللي هتشفي الامم دي في الابديه هتستمر هي هي تركيبتها كده yeah. فالخليقه الجديده اللي فيا وفيك وفي كتير من المؤمنين اللي بيسمعونا النهارده أنا عايز أقول لهم إن في أمل فظيع لكل الدول العربية، في امل فظيع لكل الدول الاوروبيه، في امل فظيع لكل الدول في كل العالم. في الكنيسه. في الكنيسه في, الكنيسة. في يسوع المسيح. الحال هو والاب السماوي في قلب المؤمن اللي بينسكب من بطنه انهار ماء حي بسبب ملء الروح القدس. خلينا نصلي من اجل الكنيسه. امين. في البلد اللي احنا فيها. صلي من اجل انت وانت بتشاهد عزيزي المشاهد في البلد اللي انت فيها انا مش عارف انهي بلد انت فيها لكن وانت بتشاهد بتشاهدنا النهارده في البلد اللي انت فيها يا ريت تتحد معانا وتطلب الطلبه دي اطلب ان الرب يملاك انت بالروح القدس اطلب حتى لو ما كنتش تعرف ربنا خالص حتى لو كنت غير مسيحي عشان انت تشفى يا رب تشفى من الحقد اللي فيك تشفى من الغل اللي فيك نعم. تشفى من الضيق اللي فيك بتكره حتى نفسك بتكره جيرانك بتكره اصحابك ساعات بناس بتكره عيلتها بتكره بتكره قرايبها الرب الشفاء جاي من دواء الـ 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 الامم اللي فيه موجود بسبب الميه الخارجه من عرش الله ومن المسيح ومن الخروف من عرش الله والخروف الميه الخارجه من قدس الاقداس اطلب النهارده من الرب ان يملاك بالروح القدس ويملا الناس اللي حواليك بالروح القدس ويملا بلدك بالروح القدس ويشفيها أمين. يا رب بنصلي من اجل بلادنا بصلي من اجل بلدي مصر يا رب أمين. بصلي من اجل البلد اللي انا موجود فيها بصلي من اجل المؤمنين اللي فيها ليمتلئوا بالروح القدس ولتجري من 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 داخلهم من بطونهم من عرش من من العرش اللي انت بتحل عليه في قلب وداخل المؤمنين كما وعدت أمين. انهار ماء حي تنبع الى الاخرين لتعطيهم حياه ابديه أمين. وتعطي ثمر وتعطي ايضا اوراق تشفي الامم اللي احنا فيها امين في أمين اسم المسيح نصلي أمين, امين دكتور برتي شكرا ليك احبائي نثق ان الوقت اللي جاي وقت بركه وقت افتقاد نثق ان الوقت اللي جاي وقت شفاء وقت هنشوف فيه مجد الرب بيعلن وبيغطي بولاد كثيره من خلال برنامجنا بنعلن ان اللي جاي هنشوف في مجد ربنا بقوه عظيمه. النهارده ربنا اتكلم بكل وضوح لكنيسته، كنيسته هي المسؤوله. ربنا يريد ان كنيسته تبقى كنيسه قويه، كنيسه مقدسه، كنيسه ممتلئه من الروح القدس. لن يكون هناك شفاء بدون كنيسه مقدسه ممتلئه من الروح القدس أه بحمل صوتي إلى كنيسة المسيح في الشرق الأوسط هناك مسؤولية كبيرة جدا موضوع على عاتقكم لكن أحب أقول لكم أن ربنا جاي بافتقاد غير عادي وبمجد غير عادي أحبائي أحب أنكم تستمروا في الاتصال بينا إذا كان هناك أي تساؤل أي استفسار من فضلكم رسلونا على الإيميل الخاص بينا أسئلة حائرة دوت gmail.com نعيدكم بالإجابة في أسرع وقت احبائي انتظرونا في حلقه قادمه والرب معكم